كره عند فريق الوداد البيضاوي، تعريف في المطار تعريف الجربيع من كيستار والحارس، ممكن نقول انها ما كانتش قويه بشكل كبير باش تخدع الحارس ايوب لاما اللي كانت عنده قراءه جيده، مشى للركن اللي سدد فيه اللاعب الجولي سقط فعلا سقط، ولكن فين الأول وتدخل ثاني من الحارس أيوب لاما، حارسان كبيران يتوفر عليهما فريق الدفاع الحسني، الدفاع الحسني الجديدين اللي كان الرجوع ديالهم موفق، تمريره ما كانش تسلل في المعترك وفرصة لفريق الوداد البيضاوي، دائما تمريره والكرة مازال ما خرجت، الكرة مازال ما خرجت الدفاع الحسني الجديدي، حقيقة أن فريق الدفاع الحسني الجديدي يعني نسبة امتلاك الكرة كثيرة على مستوى وسط الميدان، إنما لحد الآن فترة صعبة هي اللي عاشها الحارس ديال فريق الدفاع، ممتاز اللاعب الدرياحي كيف هيئ الكرة، فرصة خطيرة لفريق الدفاع، عادل الطروشي ضربة خطأ لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي، تمكنت فترة تقطع صد أداء وإنذار إنذار 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 لطرد طرد اعتقد لي فعلا طرد يصبح الجمودات هناك لمسة يد و لكن انذار طرد طرد للاعب منير ضيفي، هذا هو كيمشي عبدالله هو كيمرر في المطار وتدخل لقطة سابقة في الجولة الأولى، تنفذت الكرة ضربة رأسية من المدافعين ديال فريق الوداد البيضاوي حسين و فوز عبد الغني السيدي الكرة، هناك هشام الويسي فقط يرجع هذه الكرة، أيت العريف يسديد ولكن محاولة سديدة يعني نقص بشكل كبير لاعب رضا الدياحي في هذه الجولة الثانية، 10 دقائق الأخيرة والحاسمة من هذه المقابلة، نترجع فقط عن لاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي، أيت عارف كيحاول يتوغل أيت عارف يمكن هي يدير الفرق فرصة لفريق الوداد البيضاوي كضيع من فوز جاب مدينة البيضاء لفائدة فريق الكرة وفرصة لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي والحارس نادي المدينة عند فريق الوداد البيضاوي أحمد أجدو، قلت له استمرت الكرة فرصة وتدخل